اللي حصل ان دلوقتي الست هانم بتسرقني وشايفه ان انا اللي خدت منها الخاتم وبيتهيأ لها ان انا حراميه. بيتهيألي؟ انا بيتهيألي الخاتم كان ضايع ولا ما كانش ضايع؟ ايوه كان ضايع بس الاناء اعمل انا ايه؟ افهم ايه انك سرقتيه؟ بيتهيألي برضو ان انا ضربت بعربيه واحد ما عندوش قلب ضربني بالعربيه وهرب. برضو كان بيتهيألي ان في واحد مستنيني في الحمام وعايز يموتني. بيتهيألي ان اخويا واكل حقي في الارض وبشحط فلوسي منه. يمكن كمان بيتهيألي ان انا مش عامية ان انا بشوف. مش كده بس بقى سيبوني اعتبروني ان انا ست مجنونه وجناب بجناب. بقول لكم ايه، وكيل النيابة قال اكشفوا على قواها العقلية وروني بقى هتعملوا فيا ايه، ودوني مصحة ودوني في اي خرارة، ابعدوا عني. ديدي شفتي عشان تعرفي بقى انا مستحملة ايه، اتفرجوا على اللي انا بيحصل. هي اللي وصلها للحالة دي؟ انا ايش عرفني، روحوا سألوها هي. هي من يوم ما وقعت في الحمام وهي اتلبست وبقت زي ما انت شايفة كده. النهاردة خرجت مع استاذ يحيى ورجعت، ومن ساعة ما رجعت وهي بهدلة وشتيمة وخلاص. وبعدها عند الصبح صحيت الصبح ما لقيتش الخاتم بتاعها، يبقى مين اللي سرقه؟ انا قعدت تبهدل فيا وفي الاخر لقينا الخاتم مرمي تحت الكومودينو. طب الحمد لله ان انتوا لقيتوه، حصل خير يا ست؟ لا ما حصلش خير، عشان انت ما شفتيش عملت فيا ايه؟ دي بهدلتني، ده كان خلاص فاضل سنه وهتضربني. انا نزلت الاجزخانه اللي تحت قست ضغطي، قالوا لي ان انا ضغطي عالي جدا، يعني انا ممكن اموت، وانا اصلا كل اللي مسنوده عليه في حياتي هي الجته اللي قدامك دي، يعني لو اترميت ما حدش فيكم هيجي ياكلني الاكل ببقي، لا هترموني زي الكلبه.